افضل الطياره واش تطير القاهره مو خير غادي يسبوا ستين تاتش غانا هاف فان. كيف البحث عن جنات في القاهره بغيت سويتش العربيه في الصحابه المصريه راه ما عنديش ما كتبغيش تخرج ليا وصلنا للقاهرة ودابا غادي نمشيو لأديس أبابا ماشي أديس أبابا أديس أبابا أبابا صدق كون وصلنا لاديس ابابا الجو زوين بارد شي شويه ولكن هانيه وهادي شحال هادي 5 الصباح غنمشيو نشوفو الكلوب فاش غنلعب غدا سو ستي ان تاتش وكان هاف فان تومورو نو ون دي صورت العرس بزاف باش تدي الوالده تشوفو موراها الطقوس ديالها الطقوس اللي تشوفو كنكونو سالينا السهرة ديالنا دوزنا سهرة واعرة صباح النور صباح الورد من اديس ابابا صباح الحداق وكيما جا واللي مشى ما جا ولكن هذا اللي مشى لاديس ابابا غادي يجي اتس ماي بيرثداي كيب كام اتس ماي بيرثداي الناس دي يوتيوب بابا هي نيو فلاور اديس هي نيو فلاور بابا هي فلاور هي نوفل فلور صافي لقيت الميلودي ديال الهيت الجاي عاونكم هادي توريست البن توريست مع هادشي كله البن توريست يا بصح صباح الورد صباح الخير معكم داك المسلسل اللي كتعرفوا من اديس ابابا اليوم اخر نهار عندنا هنايا عرضت عندنا السفيرة ديال المغرب في اثيوبيا باش نمشيو نتغداو معاها ونضحكو شي شويه ونهضرو في هادشي اللي درنا هنايا وشنو هي الميسيون ديالنا وعلاش جينا لاديس ابابا ستاي ان تاتش المعلم غيبقى حنا غادي نمشيو دابا غنمشيو بحال المطار باش نشدو الطياره ديال دابا اللي مع نص ولا 3 الصباح ان شاء الله